لعبيه باش يقعد امل القائم في الموسم المقبل باش يحضر ان شاء الله خير. لكن تقريبا كل شيء باش يتبدل في نادي حمام الانف مازال ما تمش اتفاق مع سي صحيح لك هذه ثلاث نقاط معناتها ثمينه برشا فرق بين كانوا معناتها سهلوا الماموريه اللي جاي ربحوا زوج مرات في الترتيب باش تقراوا مره اخرى اهدار معناتها النقاط كبير رغم اللي هو في ترتيب معناتها جد مريح معناتها ترتيبه احسن من نادي حمام الانف لكن مره اخرى ما عرفش يحافظ على النتيجه ورد فعل نادي حمام الانف في الشوط الثاني معناتها رد فعل قوي وملعبيه عزيمة كبيرة منهم بالشباب وثلاث نقاط. به المباراة الأخيرة مستقبل جابس وتعادلوا مع نجم بني خالد نتيجة التعادل كان 0-0 خلال هذه المباراة مباراة كانت دارت يوم الجمعة الفارط يعني في أسفل الترتيب هيثم تقريبا من المركز العاشر الملعب التونسي الأولمبي الباجي الترجي الجيس نادي حمام الأنف مستقبل جابس الملعب حمام سوسة النجم الرياضي الخلادي كلهم خمسة نقاط كلهم معنيين مازال ست مقابلات معناتها 18 بوان اون جو معناتها مازال كل شيء قائم الذات خاصة مازالت المواجهات المباشرة ما بيناتهم كيما مثل هذه المباراة مستقبل جابس ونجم بني خلاد كيما قلت اللي انتهت من نتيجة التعادل 0-0 المباراة كان حاضر فيها زميلنا عبد الله العامري ومراد مجيد. لقاء اسفل الترتيب اللي جمع مستقبل جابس بالنجم الخلادي الرهان واحد فيه الانتصار ولا شيء غير الانتصار للابتعاد عن مناطق الخطر. رهان المباراة كان كبير وهاجز نتيجة كان سيطر على اذهان كل اللاعبين مما افرز كرة قدم عشوائية سيطر عليها التدخلات العنيفة والاندفاع البدني المفرط. كل اللعب تقريبا حصر في منطقة وسط الميدان باستثناء بعض المحاولات اللي غاب على معظمها تركيز على غرار كرة سليم المهذبي اللي تألق فيها حارس لاسبيغا لطفي السعيدي. في هالشوط اكتفى النجم الخلادي بالدفاع واستغلال بعض الهجومات المعاكسة اللي كادت تجيب الخطر على مرمى الجويبسية. التمركز الدفاعي للنجم الخلادي أجبر الجويبسية على اختيار حل التسديد وحتى سقوط حمزة الفرشيشي في منطقة الجزاء واعتبروا حكم الساحة تمويه وانظر من خلاله الأخير. يرجع هجوم جليزة من جديد إلى تهديد دفاعات الخلادية لكن الليبي أنيس الزغب كان بعيد على مستواه المعهود وشوط أول انتهى بالتعادل السلبي. نفس السيناريو تعاود خلال الشوط الثاني وحتى التغييرات العديدة اللي قام بها سفيان الحيدوسي في اقحام مهاجم ثالث ما جابتش جديد. شوط ثاني كان فرصة بفرصة بين الزوز فرق وتعادل سلبي ما فرحش الجويبسية على خلاف الخلادية اللي روحوا بنقطة ثمينة من ملعب جابس. نحكي فنيا على المقابله لازمنا نشوف وقت اللي يطبق القوانين شنو يصير هذو هما الجوابسي اللي نعرفوهم شفنا فريق مستقبل جابس وقت اللي ما ثماش عباد ديزانترو واحترم معناتها مبدا الويكلو قمنا بمقابله كانت ممتازه من النواحي الكل تنظيميا الحكم كيف قام بدوره ويعطيه الصحه ان بوين هذه معناتها تخلي المسؤولين والملاعبيه حتى اللي يمشي الملاعبيه باش تجي ان شاء الله تكون في مستوى وتعاون الجمعيه هذه وان شاء الله قلت ربي نخلي تعمل كروتمنات اخرين و وتحقق المنتهى نتاعها ان شاء الله تقعد في الناسيونال حبينا معناتها اليوم نكملوا امبوتي مع الفريق حبينا معناتها نتحصل على ثلاث نقاط اللي تخلي مستقبل جابس معناتها افانت 4 بوان معناتها نبداو مرتاحين براتيكمون سيزون جايه معناتها براتيكمون تضمن بقاء بنسبه 70% سيرتو كون المنافس المباشر هو نجم خلاد لكن على غالب معناها مع التكتل الدفاعي اللي جا به نجم خلاد الحقيقه رفض اللعب الافكتيف نتاعنا ناقص من الاول العام نوصلوا نترينيو 13-14 جوار في الفريق امور اداريه امور ماليه نزيدوا نوقفوا السيزون بكري الملاعبيه تسال فلوس البارح 10:30 تاع الليل والناس تناقش في الفلوس الملاعبيه زاد عده مخالفات معناتها كبيره انا ديما نقول كي في المرتبه ذي ديجا عملنا حاجه كبيره هكا نكونوا انهينا مع كل المباريات فقط مباراه النادي الافريقي وترجي الجرجيس بحكم الافريقي تاخر عودته الى ارض الوطن ايضا المباراه باش تاخر ما زلنا ما نعرفوش الموعد وقتاش هايثم تقريبا 24 جوله مازالوا 6 جولات فقط ما نعرفوش شكون بطل وما نعرفوش شكون نزل للرابطه المحترفه الثانيه لكن نعرفوا شكون طلع للرابطه المحترفه الاولى اي صحيح موسم صراحه طويل برشا عديد التقطعات شفنا معناتها برشا ارهاق في اخر الموسم الفرق معناتها شفنا جد الدفاع في بعض المقابلات المحترمه شفنا نسق في 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 بعض الاحيان شفنا نسق محترم لكن ديما كما قلت تقطعات نهايه الموسم معناتها لعبت مقابلات في حراره معناتها كبيره بحكم الوزع الامني معناتها كونه معناتها ما نجموش نلعبوا في الليل هذا الكل معناتها خلى كونه الموسم شوفوه يطول اكثر من سنه يظل يشوفه معناتها في عام وثلاث اشهر الموسم عام وشهر ونص بالضبط ولذا معناتها
انا نقول برافو للملاعبية صراحه اللي معناتها رغم ذلك كل قدموا. شفنا برشا ملاعبية برزوا في برشا جمعيات معناتها خدمه، شفنا خدمه على مستوى الفني، ثم برشا نضج تكتيكي في جمعياتنا، لكن العامل هذا ما تكون موسم طويل برشا خاب كونه انتاب للناس الكل في اخر الموسم. نمشيو للنتائج بعد هذه الجوله 24. الترجي امل حمزوسه 7-0 للترجي، تعادل مستقبل جابس والنجم خلادي 0-0، الملعب التونسي انهزام ضد نادي البنزرتي 2-1، نادي حمام الانف انتصار ضد الشبيبة القيروانيه 2-1، تعادل الاتحاد المناسيري وقف الرياضي بالقفصه 0-0، النجم الساحلي يفوز على اولمبي البيجي 2-0، والنادي الصفاقسي يتعادل مع مستقبل مرسى 1-1. كما قلت مباراه الافريقي وترجي جديد تم تاجيلها حتى يرجع النادي الافريقي. الترتيب يكون على النحو التالي: الترجي في المركز الاول 55 نقطه، المركز الثاني النادي البنزرتي ب 54 نقطة، المركز الثالث مستقبل مرسى ب 44 نقطة، سي اس اس في المركز الرابع ب 42 نقطة، المركز الخامس النجم الساحلي ب 38 نقطة، المركز السادس النادي الافريقي ب 32 نقطة، القوافل الرياضية النادي الافريقي اكيد تنقص مباراة، القوافل الرياضية في المركز السابع ب 30 نقطة، الاتحاد المنستيري في المركز الثامن ب 29 نقطة، شبيبة القيروان في المركز التاسع ب 27 نقطة، الملعب التونسي في المركز العاشر ب 25 نقطة، الاولمبي الماجي في المركز 11 ب 23 نقطة، صحبة ترجي جراد الجرجيسي لكن ترجي الجرجيسي تنقص مباراة، نادي ايضا صحبة نادي حمام الانف في المركز 14 مستقبل جابس 22 نقطة، صحبة امل حمام سوسة، والمركز السادس عشر والاخير النجم الرياضي الخلادي ب 20 نقطة. هكا نكونوا انهينا مع الرابطة المحترفة الاولى. الرابطة المحترفة الثانية اللي كان اصدر عليها الستار خلال في نهاية هذا الاسبوع، مبروك مبروك والف مبروك لاولمبيك الكاف، ايضا الملعب الجابسي اولمبيك الكاف لانه صعد في المركز الاول، اولمبيك الكاف اللي كان صعد اولمبيك الكاف صعد في المركز الاول، والملعب الجابسي اللي صعد في المركز الثاني. هذه مساعه في كل مرات المحترفه الثانيه وصعود الزوز فرق هذوما عودتهم للرابطه المحترفه الاولى. سأحب نقول مبروك الاولمبيك الكاف وملعب الجيبس على صعودهم، فرحه كبيره شفناها في الجهتين هذوما، وتتويج العمل معناتها جهه كامله مسؤولين من اللاعبين وكل شيء. كذلك شفنا تنافس كبير في الرابطه الثانيه سناح الى اخر الجوله قبل الاخيره في منافسه على الصعود او البقاء، نزول عرفنا كيف في الجوله الاخيره اللي هما الملعب معناتها كانت عندها طموحات في بدايه الموسم للصعود، عدة فرق كانت قادره انها تصعد، لكن توج ملعب الجيبس اولمبيك الكاف بالصعود نقول انا حظ اوفر للباقي. نزول الملعب النابلي والقلعه الرياضيه به، بالرغم من صعود اولمبيك الكاف عندنا لوم ولوم كبير برشا وعتاب كبير برشا، لانه تحولنا الجيبس بالرغم كل اللي صار معناها مع جابس، وبالرغم كل معناتها الاعتداءات اللي صارت من جابس، والمره هذه خذينا بخاطر الناس الباهين تحولنا لجابس، مش كنا عشنا فرحه جابس وبرشا يستناو في فرحه جابس، لكن تحولنا للكاف، كنا حاضرين في الكاف، مش حابين نقاسموا ونشاركوا اخواننا في الكاف فرحتهم وفرحه السعود. البدايه كانت في المستوى، لكن من بعد مره اخرى اعضاء الهيئه المديره يرفضوا شو الناس هنا في الشارع، الناس كانت قابله باش كاميرا كانت حنا بعد تكون حاضره، لكن اعضاء الهيئه المديره وكانهم ينسبوا انفسهم للانتصار هذا، ولكن الانتصار هذا نتاع الكافيه الكل والصعود هذا نتاع الكافيه كلها، وشوفوا لهنا الجماهير الاولمبيك كانوا راضيين، كانت نجم كاميرا تصور الهيئه المديره يراو، وكونه قناة حنا بعد ما تدخلش لهنا هذه وما تصور من خارج الميدان. زميلنا مالك ساسي كان حاضر في هذه المباراة، زميلنا مالك ساسي هو بيدو اللي كان حاضر في مباراة جندوبة أولمبيكا لكاف، واللي كان جاب الصور هذيك واللي كان تم الاعتداء عليه بالحجر. المرة هذه أعضاء الهيئة المديرة يرفضوا كانوا قناة حنا بعد تكون حاضرة، لهنا رسالة مفتوحة وموجهة مباشرة للجامعة التونسية، ما لا طالبين حتى شيء، نحن مخلصين حق الحضور والتواجد، جامعه تونسيه لازم تتصرف لهنا، ولهنا اذا كان معناتها الهيئه المديره هذه ترى في روحها هي تنجم تتصرف وهي تعمل كل شيء، لا فما جامعه وفما قانون يسطر معناتها ويأثر البطوله التونسيه ان كان حتى في الرابطه المحترفه الثانيه، لكن للناس الباهين في الكاف وللناس اللي يحبوا الكاف وللناس اللي فرحوا بصعود تاع اولمبيك الكاف نقول لهم مبروك مبروك هذا الصعود ومرحبا بالكاف في الرابطه المحترفه الاولى. ولكن على مستوى الاداره وعلى مستوى الهيئه المديره الاكيد عديد الامور اللي يلزموا يراجعوها، وكما قلت تحيه كبيره برشا كبيره 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 برشا للاعبي اولمبيك الكاف والناس الباهين في الكاف. نمشي الفريق الثاني صعد الملعب الجابسي في مباراته الاخيره اللي كانت عادل 1-1 مع جمعيه التجربه، باش نعيشوا المباراه وباش نعيشوا ايضا فرحه احباء الملعب الجابسي بالصعود، لكن خلينا نعيشوا المباراه اللي انتهت بنتيجه العادل 1-1 اللي كان حاضر فيها زميلينا مراد المجيد وعبد الله العامري.
مباراة الجولة الأخيرة بين الملعب الجيبسي ضيف الرابطة الأولى الموسم القادم وجمعية جربة اللي ضمنت بقاها في الرابطة الثانية كانت شكلية، بدأت بالتكريم وتمنيات الجيبسية إنه يكون صعود دون عودة. في كلمة شنو تقول للرابطة الثانية؟ باي باي. فداع للرابطة الثانية إن شاء الله دون رجعة للملعب الجيبسي. المستوى الفني كان متوسط في اللقاء بسبب غياب الريان، والمبادرة بالتهديف كانت لستايدا عن طريق الشادلي عزاب. محاولة الضيوف تعدد من أجل التعديل وإنهاء الموسم بنتيجة إيجابية، لكن للهادي بورخيس ولوائل بالرمضان كانوا موافقين في الفترة الأولى. في الشوط الثاني تحسن المستوى، وخاصة بعد ما تمكن الضيوف من تعديل النتيجة بعد مخالفة مباشرة نجح في تحويلها لهدف خالد الهش. قام بعدها الحكم بإلغاء هدف أحمد حسني بسبب التسلل. إصرار المحليين على الانتصار كان كبير، لكن لا سعد بقير ولا أحمد النجار اللي اصطدمت كورته بالقائم تمكنوا من إضافة الهدف الثاني. أحمد النجار كان مصدر اخترف الشوط الثاني من خلال تسديدات وتمريرات ذكية، لكن الحارس حكيم عبدالله كان حاسم في تدخلاته وحكم بإنهاء المقابلة على نتيجة التعادل.